يا عماد يا واد يا عماد، جرى ايه يا ولد؟ صوتك جاي من اخر السناب شات، انت عايزه في ايه؟ ايه يا جماعة، في ايه؟ وايه اللي عامل في شكلكم كده؟ لا ابدا، اشتغلنا بس في موقع جديد للتكنولوجيا وطلبوا مننا نلبس اليونيفورم العجيب ده. سيبك انت بقى مننا وقول لنا انت عامل ايه في البرنامج الجديد بتاعك. يا جدعان انا مسحول، بيدوني مهمات عشان اعمل فيديوهات كوميدية بتبقى صعبة ومعقدة. ليه يعني؟ هو مين لجنة التحكيم اللي عندك يا ولد؟ وعد وغادة التلي وتوني خليفة. توني خليفة؟ يا اخي ده راجل بتاع برامج سياسية ومفيش حاجة بتضحكه بسهولة. ومن ناحية انه ما بيضحكش بسهولة فدي صح. انت عم تحكي عني يا عماد من ورا ظهري؟ كده يا عماد تزعل توني وانا اللي كنت بحبك؟ صعليه. مش قلت لك قبل مرة ما تطعمين الضحك بالمعلقة؟ ما تطعمين إياه يا زلمة. خلاص يا توني خلاص، عشان خاطر حبيبتك وقت سامح الرجال، والله بيحاول على قد ما بيقدر. أنا ما حكيتش شعري عشانك يا توني، خلاص خلاص بقى.